معرض الكتاب الحقيقة بيشهد السنة دي حالة من الزخم الثقافي والفني والفكري بين ندوات وعروض وحفلات وتوقيع. في كمان كتب لمؤلفين شباب لسه بيبدأوا في المجال الأدبي، وفي سنة أولى معرض كتاب معانا الكاتبة الشابة رحمة ضياء وروايات النقشبندي الحصيلة على جائزة خيري شلبي واللي بيصادف النهاردة ذكرى ميلاده. صباح الخير عليكي يا رحمة. صباح النور، أهلا بيكو. أهلا بيكي يا رحمة. يعني رحمة أنت صحفية وصغيرة في السن يعني، لكن حققتي نجاحات في سن صغير جدا، ومن الصحافة ومن عالم الصحافة لعالم الأدب. كلمينا بقى عن رحمة والنقشبندي، العلاقة دي. النقشبندي يعني هي في البداية رواية سيرة متخيلة بتوثق للفترة اللي عاشها المنشد الصوفي المحبوب سيد النقشبندي، وبتوثق كمان لدولة المنشدين وعوالم الصوفية وتاريخ النقشبندية اللي هو بينتمي ليها، وفيها جزء كبير متخيل بتدور ما بينه وما بين البطلة اللي اسمها نصرة، وهي سيدة في أوائل الأربعينات بتبحث عن معنى لحياتها وعندها تساؤلات كتيرة بتحاول تلاقي أجوبة عليها من خلال إن هي بتتتبع سيرة سيد النقشبندي، وبتحصل بقى تفاصيل مثيرة كده، حادث بتتعرض له وبعديها بتدور ما بينها وما بين النقشبندي مغامرة مثيرة ونقاشات بتحاول توصل من خلالها الأجوبة على أسئلتها ديت. الرواية أنا بدأتها من مع سنة الكورونا، يعني في بداية الكورونا مع اللوك داون، وبعد ما كل المشاريع الشغل توقفت وكل الخطط توقفت، يعني كان النقشبندي هو زي منقذ بالنسبة لي من فترة القلق والإحباط والمخاوف اللي كانت منتشرة بين الناس كلها مع بداية الجائحة. يعني بس مش عاوزين نقول فترة قلق وإحباط يا رحمة، لأن أنت لسه صغيرة في السن، لسه بدري عليكي قوي في الكلام ده يعني ما شاء الله. أقصد الأجواء العامة مع الخوف اللي انتشر مع الجائحة، والناس كلها كان عندها مخاوف على أهلها وعلى عيلتها. صحيح. يعني كانت فترة صعبة مع كلنا محبوسين في البيت كمان في بداية الجائحة، ففكرت إن أنا مش عايزة أستسلم للإحباط أو أستسلم للمشاعر الخوف ديت، بإن أنا يبقى عندي مشروع أقدر أعمله وأنا قاعدة في البيت، وفي نفس الوقت أشبع حبي للكتابة لأني بحب الكتابة من زمان، وكان عندي مجموعة قصصية اتنشرت في 2017 اسمها رأسة مع الرومي. رحمة أنت خريجة كلية إعلام صح؟ كلها بقى في الكتابة. قسم إيه؟ قسم صحافة. قسم صحافة، يعني ما بعدتيش قوي عن المجال اللي أنت تخصصت فيه في البداية، فكرة الكتابة يعني. لا أنا اخترت الصحافة أصلا لأني بحب الكتابة من طفولتي، فاخترت مهنة أقدر أشبع فيها حبي للكتابة. أكيد. طيب رحمة، يمكن في تصريحات ليكي أنا قريتها قلت فيها إن يعني رواية النقشبندي بالنسبة لك كانت يعني رحلة استكشافية، إيه اللي أنت اكتشفتيه في الرحلة دي؟ لأن النقشبندي أكيد ليه مكانة خاصة في قلوبنا جميعا كمنشد ومبتهل أيضا صوفي. صحيح طبعا. أنا أولا بحبه جدا، علشان كده اخترت يعني لما قررت أعمل رواية سيرة اخترته هو في البداية، وكنت حابة أن أنا ألاقي حاجات كتير يعني مختلفة في شخصيته ما كنتش أعرفها قبل كده. فرجعت بقى للأرشيف من وقت ما كان عايش سيد النقشبندي، كل اللي اتنشر عنه في الصحف من أواخر الستينات لحد دلوقتي، فاكتشفت حاجات كتيرة وتفاصيل لطيفة ما كانتش معروفة بالنسبة للجيل بتاعنا عن سيد النقشبندي وجوانب مختلفة في شخصيته. وكمان اللي قصدته برحلة الاستكشاف ان انا قريت فيها كتير، يعني قريت في تاريخ مصر الفترة ديت عشان اعرف الظروف اللي هو كان عايش فيها الاقتصادية والحياة الثقافية ودولة المنشدين اللي كانوا بيعصروه، وتاريخ الطريقة اللي هو بينتمي ليها اللي هي اسمها طريقة النقشبندية. فعرفت حاجات كتيرة، وفي طول الطريق كنت بلاقي حاجات كده لطيفة ونوادر حتى عن الفترة اللي هو عاشها ديت، وقد إيه كانت المنشدين كان ليهم قامة كبيرة ومكانة في المجتمع في مصر في الوقت دوت. كانوا حفلات الزفاف لازم يكون فيها بتاعت عيلة القوم، لازم يكون مدعو، تبدأ بابتهال لأحد المنشدين المشهورين، وهم كان ليهم حاجات طرائف لطيفة كده. يعني مثلا النقشبندي ما كانش يبدا اي تسجيل ليه الا لما ياكل كيلو حلاوه طحينيه، هو كان معتقد ان هو بالطريقه ديت هي بتجلي صوته وبتخليه طالع بافضل طريقه. الشيخ محمد عمران مثلا كان مقاطع الملوخيه طول حياته ومقرر ان هو مش هياكل ملوخيه ابدا، لانه عنده اعتقاد ان الملوخيه لو كلها هتضر صوته وحنجرته. فكان في طرائف وحاجات لطيفه اكتشفتها في الطريق، وحاجات عن شخصيته بقى وحياته الخاصه واسرته.
احكي لنا، احنا سامعينك، احنا مهتمين جدا، فاحكي لنا. مثلا يعني من الحاجات اللي اكتشفتها انه يعني البحث عن النقشبندي خلاني اغوص في تفاصيل باقي المنشدين كمان، واعرف قصص عنهم كانت لطيفه جدا. والنقشبندي من الحاجات اللي يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش اعرفها قبل كده، ان هو كان عنده حس فني وكان بيشجع الفن بعيدا حتى عن عالم الانشاد. يعني كان مره شارك في حفله من حفلات اضواء المدينه، رغم ان ده عمل وقتها انتقاد كبير في الصحف، انت ازاي تطلع تغني مع المغنيين. وفي مره تاني كان مدعو ان هو يشارك في لوحه فنيه راقصه مع فرقه الرقص في مصر، وده برضو عمل له يعني كان منشط في الصحف وقتها، النقشبندي يغني خلف الراقصات. وفي النهايه اضطر ان هو يعتذر عن المشاركه في السكتش او اللوحه الفنيه ديت لما لقى فيه انتقادات كبيره للناس. رحمة، أنت اخترتي شخصية يعني محبوبة لدى الجميع، منشد صوفي، يمكن وصفوا الموسيقيين بأن هو أحد أقوى وأوسع الأصوات اللي موجودة في وقتها، أو ما جاش زيه بصراحة، يعني لأن أنا يعني ممكن تكون شهادتي مجروحة لأن أنا محب ليه الصراحة. أنت في 2021 خدتي جايزة خيري شلبي للعمل الروائي، 2022 الحمد لله مع بداية معرض الكتاب ترجمت الرواية دي أو اتطبعت وبقت موجودة في الأسواق، وموجودة حاليا في معرض الكتاب، صح؟ صحيح. طيب أنت مزجتي في، يعني كان في حالة من المزج في الرواية بتاعتك ما بين فكرة الجانب التوثيقي والجانب التخيلي. صحيح. إيه فلسفة المزج دي؟ ان انا ما كنتش عايزه في النهايه ان انا يعني مش بعمل كتاب، يعني الحواديت اللي انا بقولها لك دي كلها ممزوجه في مشاهد ومواقف بتحصل وبتدور احداثها جوه الروايه. حسيت ان الطريقه ديت هتخلي اسم بطل الروايه بقى او بطل او بطله نصرة الروايه هي موظفه في هيئه الصرف الصحي، نعم، يعني في اواخر الثلاثينات وداخله على السنه الأربعين من حياتها، وهي بتشعر بمشاعر من الحيره والتخبط، وبتفكر طب انا ايه رساله حياتي، انا ايه اللي عملته، هل انا ماشيه في الطريق الصح ولا لا. وبتحس بان هي خلاص بعد ما كبرت اولادها وبعدوا عنها ان هي حياتها فيها فراغ، وبتدور بقى على حاجة ترجع تلاقي فيها نفسها وكيانها وحبها. وقت ما كانت في الكلية بتعمل حفلات، بتحرر مجلة الكلية وتحضر ندوات ثقافية، ففكرت ان هي تكتب رواية، واختارت النقشبندي لسبب ما يعني هنعرفه من خلال احداث الرواية. وبدأت ان هي تتتبع رحلته وسافرة طنطا، علشان هي المفترض ان النقشبندي عاش فترة طويلة من حياته في طنطا. وفي بقى جانب تخيلي بيحصل تويست كده في الاحداث، فهي بتلاقي نفسها وجها لوجه مع النقشبندي في سنه 2020. يعني ده برضو مش عايزه احرق الاحداث، ده حصل ازاي. يعني انت بتجيب لنا النقشبندي ل 2021، وازاي شايف حياتنا دلوقتي، وازاي شايف القاهره، وازاي شايف قصدي مصر بعد ما اتغيرت عن قبل ما كانت، وشايف الحب ازاي، وشايف الفن ازاي، وكل التساؤلات اللي هي بتدور عليها ومحيراها بتوجهها له وهو بيرد عليها. طب رحمه، انت اصلا صحفيه، كنت متخصصه اكتر في، يعني خليني اتكلم في قضايا البيئه او قضايا المراه، يعني حتى عملتي كتاب اسمه بنات بوك، فالاختلاف ده جه منين؟ يعني التحول الكبير ده انت ايه اللي خلاكي تعمليه في الوقت ده بالذات؟ الموضوع الروايه قصدك انه عوالم الصوفيه ولا؟ بالظبط. هو الكتابة، يعني أنا مش حابة أن أنا أبقى حاصرة نفسي في لون من الكتابة أو أصنف أن أنا كاتبة نسوية، يعني حابة أن أنا أخوض في عالم الأدب الواسع في مجالات مختلفة. فكان عندي تجربة بنات بوك، وكان عندي مجموعة قصصية برضو كانت فيها تيمات مختلفة، ولما بدأت الرواية حبيت أبدأ برواية سيرة. فالصدفة أن أنا اخترت شخصية بحبها هي النقشبندي، فغصت بقى في عالم الصوفية والموالد والسيد البدوي، وفي يعني تفاصيل مثيرة جدا لعلاقة النقشبندي بالسيد البدوي. من المصادفات التاريخية ان السيد البدوي وصل مصر قبل قرون عديدة، ان هو جاله هاتف في المنام بيقول له شد الرحال وسافر لطنطدة. طنطدة هي كانت اسم طنطا في مصر زمان. فسافر وهو اصلا مش من مصر، واستقر بيه المقام في طنطا، وبقى ليه تلاميذ ومريدين، واتعمل المقام المسجد الشهير بتاعه المسجد البدوي في طنطا. المصادفة ان بعد قرون عديدة السيد النقشبندي حلم حلم في المنام بيقول له فيه السيد البدوي تعالى اسكن جنبي في طنطا،
ودي حادثة حقيقية يعني مش متخيلة. فالنقشبندي وقتها كان في قمة نجاحه في الصعيد ومشهور في الصعيد، لكن ما كانش لسه معروف في الإذاعة أو بدأ يتشهر على مستوى مصر كلها، يعني كانت شهرته مقتصرة على المنطقة اللي كان عايش فيها في محافظات الجنوب. نعم. يعني رحمة انت شوقتينا وانت بتحكي كده، اللي انا يعني انا لسه ما زرتش معرض الكتاب، بس اوعدك ان كتابك هيكون اول الكتب اللي انا هقتنيها اول ما اروح معرض الكتاب، يعني من كتر ما انت حكيتي وشوقتينا ليها. بس فكره بقى اللي انت اتحولتي من مقعد القارئ لمقعد المؤلف، شايفه ازاي الفرق ما بينهم، وايه يمكن يعني شفتي ازاي كمان المشاركه الخاصه بيكي في اول عمل ليكي داخل معرض الكتاب الدولي؟ سعادة كبيرة والله. معرض الكتاب يعني أنا بحس إن هو العيد بتاعنا، يعني كل اللي بيحب القراية وبيحب الكتابة هو معرض الكتاب بمثابة عيد بالنسبة له. السنة دي مبهج بشكل مش طبيعي، بعد رجوع الندوات الثقافية والحفلات وطول الوقت وانت ماشي في الصالة في عروض فنية وأنشطة للأطفال وحكايات، فهو حدث مبهج يعني إن كل أفراد الأسرة تروح تشارك من الصغير للكبير. سعادتي اكبر طبعا ان انا بقى عندي كتاب والاصدقاء بيزوروني. نعم. والناس اللي شافوا الاعلان عن الروايه على الانترنت بيجوا ويتصوروا معايا وياخدوا التوقيع، فحاسه بفرحه وزخم كده زي ما حضرتك قلت. المعرض السنه دي مختلف يعني. نعم. يعني رحمة احنا بنشكرك وسعداء بوجودك معانا، رحمة ضياء مؤلفة رواية النقشبندي الفائزة بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي. شكرا ليكي، وزي ما وعدتك ان شاء الله هكون يعني اول الكتب اللي انا هحرص على اقتنائها اول ما اروح معرض الكتاب، وقريب جدا هيكون هو رواية النقشبندي.